الطاقة النظيفة والمتجددة في الحياة اليومية للمواطنين للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. سيد نائب محترم تفضل إلى السؤال. شكرا السيد رئيس. السيد الوزير، عن استعمال الطاقات النظيفة والمتجددة في الحياة اليومية للمواطنين نسائلكم. شكرا سيد نائب. سيد الوزير، أن لا يمكن إلا لبلادنا أن تعتز بالمسار المرتبط الآن بالطاقات المتجددة، والذي انطلق بالمناسبة منذ سنوات، وهو مسار فيه برنامج إلى حدود 2030. المواطن الآن أصبح السلوك يتغير، لأنه سابقا كنتو كتذكروا لما مشى المكتب الوطني لواحد العدد ديال الأماكن باش يقترع عليهم الألواح الشمسية كانت تعتبر إهانة، ولكن الآن أصبحت موضة، الجميع الآن يتحول، فالآن القانون يسمح المواطن بالاستهلاك. كلفة التكنولوجيا تراجعت بشكل كبير إلى حوالي 70% أحيانا، النجاعة الطاقية بواحد الشكل كبير، لدرجة أنه كثير من المواطنين، وحنا عندنا الأرقام، ولاو كياخذوا ما بين 50 حتى 60 سنتيم الكيلووات، يعني اللي كيستهلك على المستهلك. ولذلك هذا توجه ديال الانتاج من خلال الطاقه البديله، وتوجه ايضا من خلال تشجيع الطاقه البديله بالنسبه للمستهلك، سواء كان في المنازل او كان في القطاعات الاقتصاديه وهي متعدده، وهذا هو التوجه، لا يمكن الا ان ندعمه ونشجعه. شكرا سيد الوزير. سيد نائب. سيد الوزير، سياسه الطاقات المتجدده سياسه مدعومه من طرف صاحب الجلاله، ولتتعكس الالتزام القوي للمملكة في مجال الحفاظ على البيئة، وأصبحت بلادنا بفضل هذا الرؤية الملكية رائدة على المستوى الدولي فيما يخص المشاريع الضخمة. سؤالي كان سيد الوزير حول تشجيع وتعميم ودعم استعمال الطاقة النظيفة والمتجددة في الاستهلاك اليومي، كاستغلال أسطح المنازل مثلا لإنجاز هذه المبادرة، والتي غتمكن الأسر من تخفيف عبء الفواتير الضخمة للكهرباء، غتمكن أيضا من إتمام حقيقي لبرنامج الكهرباء العالم القروي، وغتكون أيضا من ضمان نمو متوازي لمجموع جهات المملكة. هذا الانتقال الطاقي لا يمكنه السيد الوزير إلا أنه يحسن مستوى العيش ديال السكان، وهنا لابد أن نأكد بأننا مازالين محتاجين لإيجاد آليات إدارية مناسبة وفعالة تسمح باستغلال هذه الموارد الطبيعية الحمد لله متوفرة بشكل كبير في المغرب، وأنتم مطالبين بوضع إطار قانوني وتشريعي لمشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة. وما تنفهموش كيفاش هذاك التفعيل، ذاك القانون ديال 13/09/47/09 اللي مازال النصوص التنظيمية ديالو كيتعثروا، واللي في موين طونسيون في طونسيون هو الإطار المناسب لتعزيز الاستثمار وضمان الاندماج الاجتماعي لهذا المشروع الكبير. وأيضا خص لابد إخراج سلطة أو هيئة تنظيمية للطاقة لتفادي انزلاقات اللي يمكن لها تحصل. شكرا. شكرا السيد نائب محترم. هل هناك من تعقيب اضافي اخر؟ لا يبدو. السيد وزير، اشكر السيد نائب محترم على المتابعه، لا يمكن لا اتفق معك. الان كتعرفوا الان كاين عده مستويات، القطاع ديال الصناعي الان اصبح بامكان القطاع الخاص انه ينتج وان يبيع القطاع الصناعي من خلال فيما يتعلق بلاو التونسيون. الان بقى النقاش في لا مويان طونسيون، كانت واحد الندوه استدعينا الجميع باش يمكن لنا في نفس الوقت نشجعوا الاستثمار. شكرا باش يمكن. شكرا.